بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما لازلنا في فقرة التعامل مع القوائم، إذ لن نترك الفقرة التالية إلا بعد التعرف على طريقة التعامل مع القوائم. وفي الدرس الأول تعرفنا على طريقة إضافة القوائم وطرق أخرى. سنتعرف الآن في هذا الدرس، أي الدرس الثاني من فقرة التعامل مع القوائم، عن إضافة مفاتيح اختصار، وبعد ذلك سنتعرف على أمور أخرى. نبدأ الدرس الخاص أو الدرس الثاني الخاص بإضافة مفاتيح اختصار. إضافة مفاتيح اختصار، يمكننا إضافة مفاتيح اختصار للقوائم، وذلك من أجل استخدام مفاتيح لوحة المفاتيح بدلا من الذهاب إلى القوائم، أي أزرار اختصار. يمكننا استخدام Alt مع الخط الذي تحته، خط ما القيم، ويمكن القيام بذلك كما يلي: نقر على القائمة الأولى فايل، ثم نضع إشارتها التي هي مفتاح شيفت مع لوحة المفاتيح ليتم وضع خط تحت فايل. أما القائمة إديت نريد خط تحت حرف دي أو إي، ننقر ثم نقر على نقرة واحدة، ثم بعد تفعيلها نضع إشارتها قبلها. الآن القائمة الثالثة ديت يمكننا وضع خط تحت الحرف دي على سبيل المثال، أو أي حرف نختاره. الآن عند التشغيل يمكننا الذهاب إلى أي قائمة بالضغط على مفتاح Alt من لوحة المفاتيح، ونلاحظ أن الأحرف يصبح تحتها خط مع المفتاح دي أو مفتاح F لفتح قائمة فايل، أو مفتاح E ليتم مباشرة تفعيل القوائم كما نلاحظ ذلك الآن. المختارة يتم تظليلها على شكل أنها قوائم مختارة. وإلى هنا يكون درسنا قد انتهى. نلتقي مع درس مقبل حول طريقة ترتيب خاصة بتغيير وترتيب عناصر القائمة للتحكم فيها بشكل أفضل. وإلى ذلكم الحين يكون درسنا هذا قد انتهى. نترككم في أمان الله، ونضرب لكم موعدا مع درس مقبل وكذلك خصائص مقبلة وللتعرف على البرنامج أكثر، وبانتظار تطبيقاتكم دائما. إلى نترككم في حفظ الرحمن.